فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلاد الإسلامية يلزم الخطيب أن يقوم بدرس أو موعظة قبل الخطبة، فهل إذا قام بهذا الدرس يكون آثما ويدخل في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟ النهي أي؟ التحلق. تحلق؟ نعم. لا، ما يدخل في هذا. يجوز الموعظة قبل صلاة الجمعة، ويجوز التذكير قبل صلاة الجمعة، ما في بس. نعم. التحلق معناه لطلب العلم، طلبة العلم يتحلقون على شيخهم، هذا يشغلهم عن صلاة الجمعة، هذا معنى التحلق. نعم. أما التحلق لموعظة ما يتحلقون، وهم على صفوفهم، ما يتحلقون وهم على صفوفهم ومجالسهم، يذكرهم ولا يتلو عليهم قرآن ولا طيبة. نعم.